إيش حكايتك أنتي؟ كل يوم أسأل نفسي من فين تجيب الطاقة هذه؟ قوتك وصبرك ما يخلصوا؟ من الصباح بدري تسوي كل شيء بالمسطرة، واللي ما له داعي تعملي منه داعي، بتشجعينا وتخلينا نحب كل شيء نسويه. كمل. ألو أنت يا أمل، وبعد ما كنت بعيدة عن أي تكنولوجيا فجأة لقيناكي تستخدميها وتتابعينا. عندك غدا حلو أوي، لو الدواء مر بيدك يحلى، وأحلامنا زينيها بحكاياتك الحلوة. تعرفي كل الأفلام اللي نحبها والأغاني اللي نسمعها، ترحبي بأصحابنا كأنهم من عيلتنا. صحيح دايما بتهتمي فينا، لكن عمرك ما نسيتي أبونا حبيبنا، دايما واقفة جنبه وبتسانديه. وثاني يوم نلاقيكي في عملك متألقة، يعني بصراحة مسوية الواجب وزيادة، وأي طريق تاخذيه بتوصلي وتمشي كمان خطوتين زيادة. الخطوتين هدول إحنا حابين نمشيهم معاكي. سامسونج أكتيف دول ووش بالحوض الإضافي عشان تكفي محبتك وزيادة.